الشيخ الأكل والشرب في نهار رمضان متعمدا وذاكرا لصومه هل يعتبر من الكبائر؟ نعم يعتبر من أعظم الكبائر. نعم. لورود الأحاديث المرهبة من ذلك أن من أفطر يوما في رمضان لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام. هذا الحديث إسناده محل نظر عند أهل العلم، لكنه جاء مرسلا طبعا، لكنه موصول عند باقي أئمة أهل العلم. فالمقصود بأن هذا الحديث اعتمده كثير من أهل العلم، وبينوا بأن من أفطر متعمدا في نهار رمضان ذاكرا فقد أتى بإثم عظيم وبذنب كبير. وهذا الحديث فيه ترهيب على أن من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه. قيل أن هذا الحديث سيق مساق التهديد والوعيد والترهيب أيضا. فالمقصود بأن الإنسان إذا تعمد فأكل أو شرب أو أفسد صومه بأي نوع من المفسدات فقد أتى ذنبا عظيما وبابا من أبواب الإثم الكبير. نسأل الله أن يتوب على الجميع. هل يقضي فضيلة الشيخ؟ هذا خلاف بين أهل العلم، المسألة في الحقيقة خلافية. من العلماء من يرى وجوب قضائه، وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم. ومن العلماء من قالوا بأنه لو قضاه لا يجزئه، إنما الواجب عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح. نعم. الإكثار من صيام الأيام النفل كالاثنين والخميس، أو صيام يوم وفطر يوم، صيام مثلا عاشوراء وعرفة، أو صيام 3 أيام من كل شهر. نعم. أيضا كثرة أعمال البر والإحسان. فمن العلماء من يرى بأنه يكفر 12 يوما، يصوم 12 يوما. من العلماء من يرى بأنه يكفر بصيام شهر كامل. ومن العلماء من يرى بأنه يكفر صيام شهرين كاملين قياسا على كفارة الجماع. وهذه كلها أقوال مروية عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن من تعمد الفطرة في نهار رمضان أولا قد أتى ذنبا عظيما يجب عليه أن يحدث توبة إلى الله عز وجل مباشرة. الأمر الثاني يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. والأمر الثالث عليه أن يكثر من العمل الصالح بعد ذلك، يكثر من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام البيض وجميع الأيام التي ورد في فضيلتها أو في فضيلة صيامها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.